كان يا ما كان يا سعد يا إكرام، كان في رجل في مصر اسمه بسام. بسام كان بيحب القطط وكان بيحب الحضارة والآثار كمان. في يوم من الأيام ذاكر ودرس وزار المتحف المصري في التحرير، وكان تملي بيحب يشرح الآثار للأجانب وكمان لإخواته المصريين. ولكن كان عنده حلم، الحلم ده إن هو كان يعرف الدنيا كلها على لوحتين من الحجر مهمين جدا، واللوحة التانية كان اسمها لوحة كوم الحصن اللي اكتشفوها في محافظة البحيرة، لأن عليها نص مهم جدا بيقول إن السنة 365 يوم وربع، ودي كانت أول مرة في التاريخ. إذن مصر علمت العالم الوقت والزمن وحساب الأيام في السنة. وبسام في يوم من الأيام تواصل مع المسؤولين وقال لهم لو تسمحوا، إحنا عايزين لو تسمحوا اقتراح إن إحنا نحرك لوحة كوم الحصن اللي معمولة من الحجر الجيري وطولها حوالي 2 متر 22 سنتي، نحركها من الأوضة اللي جوه دي ونحطها بجانب مدخل المتحف علشان المرشدين السياحيين يشرحوها للسياح والعالم كله يتعرف على اللوحة المهمة ديت وعلى فضل مصر والمصريين على العالم. وبالفعل كانوا الناس الكرام المسؤولين يتواصلوا مع بسام، وفعلا في سنة 2022 تم نقل اللوحة، وكان الحقيقة احتفال وسعادة كبيرة جدا. بس اعمل شمع. اخراج سارة الحريرية.